I want to get back to our dinner right now.
بسرعه اطلع برا ورا بسرعه بسرعه ورا فيديو شبوه نتريد لا
وينام تروح وتاخذ من بين يديه تروح وتاخذ من بين يقول ينشاد ينشاد علي كل دهر قلبي بحزن والله ينشاد تقطع كبدك وما بعد ويا ينشاد البكر دارك يا خويا وبعد والله اللي يجي لدارك يا خويا وبعد ينشد يشوف الدار من بعدك خليل يشوف الدار من بعدك خليل يا بسام حسافة تنشتر يا خوي والله حسافة تنشتل يا خوي بالسام يمن وجهك لعلد الجرح يا بالسام عقبك دغري حاشا بيوم بالسام وصف الايام من بعدك عزيه يا وصف الايام من بعدك أكبر سهمها يا وتغير بالسم رسومك سهمها يا شعبها عداه وترامي سهمها وتصيب بنعشى قلب أم الزكية يا وتصيب بنعشى قلب أم استريح جزاك الله خير استريح استريح رحم الله عندك يا عزك يا دخل الحسين على الحسن ابتدخ الدم وفدعى بطشت فحمله فحمل من بين يديه مملوءا مما خرج من جوفه من الدم فقال عليه السلام إن الذي دسني السوم سقاني ثلاث أيام استريح جزاك الله خير استريح مولانا استريح جزاكم الله خير أخواني يقل لي يا عبيدي يا ابو محمد شبدك من نجي عزم تمرر يا خويا اليوم طاغ الشام عيد او على قلبي يا خويا تاكم الهيام واذا بالحنين والانين خلف الباب اذا بالعقيلة زينب وباقي الهاشميات جئنا لعيادة الحسن قال اخي ابا عبد الله نهذا الطشت عني لئلا تراه اختنا زينب يقول لي يا حسين شيل الطشت عني خواتك يا ابو السجاد جني يا يردن يشبع نشوف مني ويردن يا خويا يود عني يا وينوح علي ونتبع يا اني يا شبد الحسن متقطع بسم المنية شبد الحسن متقطع بسم المنية اصبح يعالج واصبحت زينب شجية واصبح يعالج واصبحت زينب يا بشجي شيل الطشت خاف الوديعة تشوف